وراه هو حكم استرالي الجنسيه من اصل ايراني، والحكم علي رضا ده ليه حكايه كبيره جدا على فكره، حكم ليه باع طويل جدا في القاره الاسيويه، ولكن بعد ما خرج من القائمه الدوليه في ايران ماسيمو بوساكا والاتحاد الدولي كان حريص على هذا الحكم انه يكمل في القائمه الدوليه، خد الجنسيه الاستراليه وتم قيده في القائمه الدوليه في استراليا الاتحاد الاسترالي، واصبح حاليا دلوقتي حكم استرالي من اصل ايراني، هو اللي تم تكليفه باداره مباراه الاهلي وباتشوكا المكسيكي. نتمنى التوفيق يا رب للحكم انه يكون على قدر وثقه هذا اللقاء، والاهلي يكون جاهز ان شاء الله باذن الله لخوض هذه المواجهه الصعبه. عندي كواليس، عندي تفاصيل، عندي اخبار كتيره، ولكن النهارده الفقره الحواريه الاولى فيها مفاجاه مهمه جدا. لأول مرة عبر الشاشات المصرية منذ أن تم اختيار قطر لتنظيم هذه البطولة، النهاردة هيكون معانا على الهواء مباشرة الكابتن والأستاذ حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال والقطاع التجاري باللجنة المنظمة المحلية لبطولة فيفا انتر كونتيننتال. النهاردة هيكون معانا فقط وحصريا على شاشة قناة الأهلي عشان نتكلم على كيف نجحت اللجنة المنظمة في الترتيبات لهذه البطولة، كيف كانت الاتصالات مع الاتحاد الدولي فيفا، كيف تم الترتيبات مع اللجنة المنظمة وأيضا مع رابطة مشجعي الأهلي والتنسيق مع الفرق المشاركة، موعد وصول ريال مدريد، التحضير لانطلاقة المباراة غدا على ملعب 974، استضافة هذا الملعب واستاد لوسيل لمباراة هذه البطولة، تفاصيل كثيرة جدا هنسمعها ونشوفها صوت وصورة، ولكن بعد الفاصل مع الأستاذ حسن ربيعة الكواري في ظهور لأول مرة على شاشة قناة الأهلي وعلى شاشة القنوات المصرية ليلة مباراة الأهلي وباتشوكا. فاصل ثم نواصل.